الإخلاص والمكابرة. في الآونة الأخيرة وبعدما تطور الوعي الإسلامي إلى صيغته الحاضرة وتطور الوعي الاستعماري المعاكس له، جعلت تحوم شكوك وشبهات حول حركة المراجع الفقهاء وجدارتها بقيادة الأمة. وإن وجدت استجوابات بريئة في هذه المجموعة الضخمة، فإن أكثرها مكابرة لئيمة تنطلق من أبواق الاستعمار والحركات المنحرفة لضرب حركة الإسلام. ولو كانت مخلصة محايدة لكان عليها أن تتوجه إلى الفقهاء المراجع أنفسهم أو إلى المفكرين الواعين للواقع المعاصر لتتفاهم معهم بحرية بناءة، فتجد الأجوبة المقنعة أو تصحح الأخطاء.